ترامب أمام أنصاره يستنكر تفاوض بلاده مع إيران وحول الاتفاق النووي ويصف بايدن بعدو أمريكا. وزير الإعلام اليمني ينتقد الموقف الدولي تجاه انتهاكات الحوثي ويحذر من فشل جهود التهدئة. الحرية والتغيير تعلق اجتماعا مع الجيش السوداني لإحياء المرحلة الانتقالية بسبب مشاركة التوافق الوطني. حماية لنفسه تأمين له فقط. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة تأتيكم من العربية. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مشاركته في أول تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا أن رئيس بايدن يعتقد أن شعار جعل أمريكا عظيمة يهدد أمن البلاد. وأشار ترامب إلى أن اليسار هم من يشكلون تهديدا لأمريكا وليس اليمين، واصفا أمام أنصاره الرئيس بايدن بأنه عدو الدولة. وفي شأن الملف الإيراني قال ترامب إن إدارة بايدن ستمنح إيران مليارات الدولارات وامتلاك سلاح نووي عبر اتفاق وصفه بالبائس. كما ندد الملياردير الجمهوري بعملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في دارته بفلوريدا، معتبرا أن هذا التحقيق يشكل المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأمريكيين. بايدن يعتقد أن إعادة العظمة لأمريكا أمر سيء للبلاد، هل تصدقون ذلك؟ لقد دعا في خطابه إلى إيقاف شعار ماجا اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. ربما لا يعلم ما يعنيه هذا الشعار، هو لا يريد أن يجعل بلادنا عظيمة، وهو يعتقد أن إعادة العظمة لأمريكا تشكل تهديدا للبلاد، ولكن ذلك غير صحيح، لأن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى هو بالتحديد ما تحتاجه البلاد. وأكد الرئيس الأمريكي السابق أنه كان أشد الرؤساء قسوة على موسكو، أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليبدأ حربا في أوكرانيا لو كان ترامب رئيسا. لقد كنت أشد الرؤساء الأمريكيين قسوة على روسيا، أنا الذي عطلت مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، أنا من فرض العقوبات الكبرى عليها، وأضمن لكم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو كنت أنا رئيساً. لم يكن هناك رئيس أقسى مني، ولكنني أيضاً كنت على علاقة طيبة مع روسيا، فهو من الجيد أن تكون على علاقة توافقية مع الدول الأخرى. هناك حزب واحد يقوم بشن حرب على الديمقراطية الأمريكية، وذلك من خلال فرض الرقابة على الحديث وتجريم الناس ونزع السلاح القانوني وإصدار صلاحيات غير قانونية وأوامر غير دستورية وزج المحتجين والمتظاهرين وتزوير الانتخابات وتحويل وزارة العدل والإف بي آي ليصبحا سلاحاً كما لم نشهدهما من قبل وشن مداهمات ضد الخصوم السياسيين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط القاعدة العسكرية التركية بقرية دابق بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القذائف أطلقت من مناطق سيطرة النظام والقوات الكردية. وذكر المصدر في بيان أن القوات التركية ردت بقصف عدد من القرى في ريف حلب الشمالي بعدة قذائف مدفعية وصاروخية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن الخسائر وحجم الأضرار حتى الآن. انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الموقف الدولي المتراخي تجاه تصعيد الحوثيين ورفضهم تنفيذ بنود الهدنة الأممية والذي أسهم في تماديهم بممارستهم التخريبية لجهود التهدئة وأحلال السلام. وأضاف الأرياني أن جماعة الحوثي تعتبر ما وصفه بالصمت الدولي غير المبرر تجاه تنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود التهدئة، تعتبره ضوءا أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأهالي. نشر تنظيم القاعدة في اليمن مقطع فيديو لمسؤول الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة آكيم سوفيو الأنعم والمختطف لدى التنظيم منذ فبراير الماضي. وتضمن الفيديو تأكيد الموظف الأممي أنه تعرض للاختطاف أثناء عودته من عمل كان يقوم به.
ونشد الموظف الأممي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل والاستجابة لمطالب الخاطفين كي يتم تحريره، مشيرا إلى أن هناك مشاكل صحية خطيرة يعاني منها. قال مسؤولون عسكريون إيرانيون إن طهران زودت 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني وعززت جاهزية الدفاعات الجوية لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي قوله إن معدات الدفاع المدني ستمكن إيران من تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة. وقال فرحي إنه في هذه الأيام بناء على قوة الدول أصبح شكل المعارك أكثر تعقيداً، مضيفاً أن الأشكال الهجينة للحرب مثل الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية حلت مكان الحروب الكلاسيكية. في غضون ذلك قال قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني الجنرال قادر رحيم زاده أن جاهزية قواته في أعلى مستوياتها، وأن المجال الجوي لإيران اليوم هو الأكثر أماناً للرحلات المرخصة والأقل أماناً للمعتدين المحتملين. نشرت مواقع إيرانية في الخارج مقطع فيديو لشاحنات محملة بالمواد الغذائية تمر في مدينة أبهر بمحافظة زنجان باتجاه كربلاء بمناسبة الأربعين، فيما رجل عجوز يحمل عصا في يده يبحث عن الطعام بين القمامة. أفاد مراسل العربية بتعليق الاجتماع الرسمي الذي كان مقررا بين قادة الجيش السوداني وقيادات قوى الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة بهدف إعادة إحياء العملية الانتقالية. مصادر للعربية أفادت بتعليق الاجتماع الذي لم يتمكن من استكمال مناقشة الأجندة المطروحة بسبب حضور أطراف من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني للاجتماع، وهو ما دفع قيادات المجلس المركزي للمطالبة بتعليق اللقاء. في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع تويتر، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي. وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم جهوده للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا. حول آخر التطورات المتعلقة بمحطة زاباروجيا النووية، تم فصل الربط الكهربائي بينها وبين الشبكة الكهربائية في أوكرانيا. يأتي هذا في وقت أعلنت الدفاع الروسي عن إفشال قواتها لعملية إنزال عسكرية قام بها الجانب الأوكراني في محيط المحطة. محطة زاباروجيا النووية فصلت تماما عن الشبكة الكهربائية لأوكرانيا بسبب قصف عنيف أدى إلى أضرار في خط من خطوط الطاقة الكهربائية العالية الضغط. هذا في آخر تطور معلن عن الأوضاع في هذه المنشأة التي باتت تسبب الأرق للكثيرين بسبب استمرار القتال في محيطها، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية خاصة حاولت السيطرة على المحطة رغم وجود المراقبين. رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن قوة نظام كييف حاولت مجدداً السيطرة على محطة زاباروجيا بقوة تتكون من 250 جندياً من القوات الخاصة والمرتزقة الأجانب. هذه التطورات المقلقة جاءت بعد زيارة رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة وفريق قوامه 14 مختصاً في المفاعلات، بقي منهم 6 لمراقبة المحطة. محطة زابوريجيا تخضع لسيطرة القوات الروسية، الأمر الذي خلق وضعا فريدا حيث يتعايش مشغلو المحطة الأوكران وكذلك لدينا مختصون في الطاقة النووية وقوات عسكرية من الروس.
بعد الزيارة انتقد الرئيس الأوكراني خلال مشاركته عن بعد في منتدى في إيطاليا أن الوكالة الدولية لم تتطرق للوجود العسكري الروسي خلال زيارة غروسي. للأسف لم نسمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث عن المسألة المحورية في هذا الموضوع، ألا وهي قيام روسيا بإنهاء وجودها العسكري في المحطة. اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع ومخاوف من حدوث تسرب إشعاعي في زاباروجيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الحياة في المنطقة وربما في أوروبا. أنس نماسي، العربية. أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه من غير الضروري فرض قيود على إصدار التأشيرات لجميع الروس كعقوبة على تصرفات روسيا في أوكرانيا. وقال كيربي إن واشنطن فرضت قيودا على التأشيرات على فئة معينة من الروس لأن هذه أداة تساعد في محاسبة مؤيدي النظام، ولا تعتقد أي واشنطن أن محاسبة جميع الروس إجراء مثمر، إذ ليس هناك حاجة إلى شن حرب مع الشعب الروسي بأكمله. مع إعلان عملاق الطاقة الروسية شركة غازبروم وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى أوروبا لأجل غير مسمى، تساؤلات عديدة طرحت حول حلول وخيارات للدول الأوروبية لتعويض إمدادات الطاقة الروسية في فصل الشتاء المقبل. أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سيفينا شولز أن ألمانيا ستقدم 200 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة حربها مع روسيا. وأوضحت شولز أن هذه الأموال تهدف إلى مساعدة النازحين في أوكرانيا على الاستمرار في توفير الضروريات لأنفسهم. بعد الفاصل، وسط استمرار الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الكاظمي، يدعو الأطراف السياسية لجولة ثانية من الحوار الوطني. مرحبا من جديد. أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد. وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العمل على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي. تأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والتي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة. صمود من جسد ورمل، وترس يعلوه ترس، وترديد بصوت واحد لكلمات من الحماسة وروح التكاتف خرجت من امرأة شاهدت ويلات الفيضانات في لحظات سعادتها. هذه الأغنية ظل المواطن في السودان يرددها منذ 70 عام عند حدوث فيضانات السيول بسبب الأمطار. التفاصيل في تقرير هاني صفيان. القصة بدت كانوا في بيت مناسبة، جوم الناس جارين، أنا قلون البحر
طلع فوق كسر. الناس قاموا جارين، أمي قالت لهم، الشعرة قالت لهم، قالوا لنا البحر كسر، مرقوا نمور الوكر، علوا له عالي الجسر وفي السارة صبوا الحجر. البحر بالطوارئ ما شالونا بإلا سبعة عقود مضت ومعظم المواطنين هنا ينشدون تراسوا البحر صددوا، التي خرجت كلماتها من جوف مواطنة في مرحلة مفصلية لجزيرتها التي كادت أن تظل تحت الماء حتى اليوم. كان في شاب اسمه ابن عوف اللي هو كان مدير النقل النهري اللي هو من سكان توتي، وهو كان جاي من العمل بتاعه، كان لابس البدلة، فقام طلع البدلة وملاها تراب وسد بيها في الترس، فقامت حبوبتي طوالي قطعت يعني بيت من الأبيان قاعد عجبوني إخوان الشبان، بلصوا البدل والقمصان، صبوا البحر خيرسان من بيت كنانة لبرقان. أثناء فيضانات السيول التي شهدها السودان عام 1946، كانت حماسة هذه الكلمات لحظة صمود المواطنين للتصدي للفيضان المهيب كما وصفوه عبر أجسادهم والحواجز الرملية البسيطة آنذاك. أنا عمري كان 10 سنوات، بعدين لما ضربوا الكوارك إنه البحر جاء طلعنا كلنا كشباب، فكان يعني منظر غير عادي، كانت ملحمة تاريخية جد. لما انترس البحر 3 أيام الناس دي ما أكلوا، قلت لي بيجي من العيش بتاع الفيتريتا ده بيغلوا لهم بالحطب وبدوا كل واحد واحدة حاجة في إيده بس يأكله ويشرب على موية. المواطنون في السودان يرون أنه فاض بهم الأمر أكثر من هذه الفيضانات التي تحل بهم كل عام، فقد وضعوا ترساً وخلفه ترسين لصد هذه الفيضانات منتظرين مساندة عاجلة من الجهات المختصة. هاني صفيان، العربية، الخرطوم. ودعت موسكو آخر زعيم للاتحاد السوفيتي وسط غياب كلي لزعماء دول العالم، كما لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العربية استطلعت آراء عدد من حضروا الجنازة حول الإرث السياسي لغورباتشوف. كاتيا طعمي والتفاصيل. في هذه المقبرة نوديفيتشا، أحد أكبر المقابر في العاصمة الروسية موسكو والتي دفن فيها العديد من الشخصيات الروسية البارزة، يوارى ثرى جثمان آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف إلى جانب زوجته رئيسة التي توفيت عام 1999. ترك لنا الكثير ولكن لم يتحدث عنه أحد. كان شخصا صادقا لطيفا، كان يحب زوجته كثيرا، وهما يلتقيان اليوم. أنا آسفة جدا لرحيله. رأيي فيه متناقض، هناك من هو غاضب عليه لأنه تسبب بانهيار الاتحاد السوفيتي، وهناك من يقول إنه وضع الأساس للديمقراطية، لذلك أنا أشعر بالحياد بالنسبة له. بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور خجول لزعماء أجانب اقتصر على رئيس وزراء المجر، أجريت مراسم الدفن التي احتوت على عناصر جنازة رسمية دون إعلان يوم حداد وطني في البلاد. آخر 30 عام من حرية الصحافة والكلمة، هذا هو إنجازه، وأنا سعيدة لأنني كنت حاضرة في هذه الفترة. جموع غفيرة حضرت جنازة الزعيم السوفيتي الراحل والتي غلب عليها أجيل القديم، بينهم من يرى أنه ساهم في انهيار الاتحاد السوفيتي، وبينهم من يرى أنه كان الطريق إلى الحرية. كاتيا طعمي، العربية، موسكو. أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لشؤون الاتحاد السوفيتي سوزان ماسي في حوار حصري مع العربية، أكدت على ضرورة الحوار الأمريكي الروسي، منوهة بمجهودات الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف التي جعلت روسيا والعالم مكانا أجمل حسب تعبيرها. I knew him when he was young and I knew him when he was old. I knew him almost his whole life. So we have many happy moments together and I must say some wonderful evenings and one of the most wonderful was Ronald Reagan's marvelous party in the White House for Gorbachev. I have always believed, and I continue to believe, that Russia
and America need to work together because we are both unique countries. I mean, really unique. There's no other country like you and no other country like us. And think of the size. We look like nothing compared to your size. Your size is bigger. But I have always seen in all my years here that Russian people like Americans and American people like you. Now, Gorbachev was an extraordinary person who came along. I mean, I won't go into the history. I mean, I am a historian, but it's amazing what he was able to do. I know there are still people here who feel that, oh, well, you know, he destroyed the Soviet Union. You know about that? What I would say, thank goodness he destroyed the Soviet Union. But I understand, I don't talk politics, but I know that Russia is a much better place because of him. Как, наверное, положительные, так и отрицательные, потому что, с одной стороны, вроде бы была перестройка, и мы двигались куда-то вперед, с другой стороны, большая заслуга то, что, конечно, из Афганистана вывели все войска, вот. А минус, наверное, все-таки это вот распад СССР, потому что все-таки были наши 15 республик, дружный народ, а сейчас вот такая какая-то ситуация непонятная. Все, что мы последние 30 лет мы... свобода слова, свобода прессы. Это все его абсолютное достижение. Я рада. Мне более 40 лет. Я рада, что застала это время. Вы знаете, Горбачев – это человек, который подарил нам свободу. Он как Прометей, который дал огонь, да, он нам дал свободу. Мы плохо и распорядились, но, по крайней мере, был шанс. И я думаю, что это лучший правитель, который был в России, ну и в Советском Союзе, тем более, да, и в России. Вот очень печально. Сегодня такое печальное событие, и ушла и свобода, и Горбачев. Наследие его в будущем будет. Конечно, Михаил Сергеевич очень противоречивая фигура в нашей истории, да. Из его правления, его решений, реформ, деятельности, действий нам необходимо извлекать уроки. لم يبقى سوى العناوين. ترامب أمام أنصاره يستنكر تفاوض بلاده مع إيران حول الاتفاق النووي ويصف بايدن بعدو أمريكا. وزير الإعلام اليمني ينتقد الموقف الدولي تجاه انتهاكات الحوثي ويحذر من فشل جهود التهدئة. الحرية والتغيير تعلق اجتماعا مع الجيش السوداني لإحياء المرحلة الانتقالية بسبب مشاركة التوافق الوطني. إلى اللقاء.